السلام عليكم، جيتكم اليوم بوصفة كثير طيبة ومميزة ومضمونة 100%. أتمنى تجربوها وتنطوني رأيكم. وصفتنا لليوم راحة الحجاج أو لقم بالفستق الحلبي، قدموها للضيوف بالعيد والمناسبات، جدا روعة. أتمنى تجربوها وتنال إعجابكم، وانتظروني إن شاء الله. هسا شوفوني الفيديو، شوفوا الفيديو للنهاية حتى تستفادون من الطريقة. السلام عليكم، ارحب بكم من مطبخي زينة المطبخ. اليوم حبيت اسوي لكم طريقة عمل راحة الحجاج يسموها، او لقم بالفستق الحلبي. طبعا طريقة جدا سهلة وسريعة، مكوناتها ومقاديرها مضبوطة 100%. اتمنى اللي يدور على هالوصفة يعني يلقاها عندي هنا بالقناة مالتي. ان شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم. مقاديرها احتاج الى شكر 3 اكواب من الشكر، انا هنا خليت كوب ونص وهنا خليت كوب ونص. احتاج للقطر او الشيرة وكوب ونص حتى استخدمها بعدين. هنا نحتاج الفستق الحلبي حسب الكميه اللي تحبون انتم تسووها، طبعا تحبون تزودون او تقللون. انا هنا عندي 250 غرام من الفستق الحلبي. نحتاج الى النشا كوب، نحتاج الى الماء 3 اكواب، نحتاج الى مستكه ملعقه صغيره من المستكه، ليمون دوزي ربع ملعقه صغيره، المستكه احتاج وياها ملعقه اكل شكر حتى اطحنه لسهوله الطحن، تسهل لي الطحن. واحتاج الى ماء الورد وماء الزهر اذا متوفر عندكم، تحبون يعني تخلون بس شكل واحد انتم براحتكم. ونبدي وياكم بطريقة العمل. هنا اول مرحلة عدنا، خلينا الشكر قلاص ونص، راح نضيف له قلاص ونص من المي، قلاص ونص. نبدي نحركهم ونخليهم على النار. اول شي ندوب شوية الشكر وبعدين نخليه على النار. هنا خلينا الشيرة على النار، تركناها دجاج عدنا. ناخذ الفستق الحلبي ونقلبه على نار هادئة تقريبا مدة 3 دقائق إلى 5 دقائق، ما اريد تحميص، يعني مجرد انه تقليب للفستق شوية بس تنشيف. طبعا نحاول اذا اكو شكر على الاطراف نحاول ننزله. بدأ القطر او الشيرة تغلي عندي بهالشكل هذا. احنا ذوبنا النشا بالماء، نبدأ نضيفه ونخلق على نار هادئة الى ان يدخن عندي المزيج. بدأ يدخن، صار بهالشكل هذا، ما اتركه نهائيا، ابدي اقلب بيه الى ان يدخن. صار عندي بهالمرحلة هذا، انصي النار كلش هادئة اخليها حتى ما ينحرق عندي، وابدي بهالمرحلة باضافة الشكر المتبقي. راح تحسوا راح يخف من الشكر لانه راح يذوب الشكر عندي. بهالمرحلة هاي اضيف الليمون دوزي او حامض الليمون، ابقى مخليته على نار هادئة واخلط بيه شوية، اتركه وشوية اخلط، مو شرط الا اضل يعني، بس اهم شي ما ينحرق يعني ما ينترك وحدة. نطحن المستكة مع الشكر، نخلي وياها الشكر حتى تسهل علينا الطحن وحتى ينطينا ملمس ناعم. هنا بهالمرحلة راح اضيف المستكة، هنا ما نظل نحرك فيها على طول على طول، بس اهم شي يكون النار كلش هادئة حتى ما تنحرق عندنا وما تلزق بالجدر. نحاول ننزل هاي اللي يصير على الاطراف، شوفوا اذا تشوفون مبين عندكم الجدر، ماكو شيء التصق بالجدر ولا اي شيء. احرك بيه شويه واثقف شويه الى ان ارتاح، يعني ما اظل احرك بيه واتعب الى ان تدخن عندي وتجهز واشوفكم النتيجه. طبعا المستكه هنا تنطينا الشطه مالت اللقم حتى ما تصير يعني كثير هش، ينطي طعم كلش طيب. اذا ما موجوده عندكم تقدرون تستغنون عنه. تقريبا كل دقيقتين 3 اخلط خلطه خفيفه واتركها شويه، اخلط خلطه خفيفه واتركها شويه الى ان تجهز عندي. هنا بهالمرحلة هاي صارت عندي، طبعا من تدخن لازم ما نتركها نهائيا يعني ايدينا والتقليب حتى ما تلتصق عندنا. شوفوها صارت كلش تخينة، كلش تخينة. هنا راح اضيف مي الورد ملعقة اكل،
نخليه بالنهايه نضيف مي الورد حتى ما تبخر الريحه وتظل بالراحه او اللقم، تنطي نكهه كلش طيبه. راح اظل اقلب بيه الى ان يصير اللقم مالتنا ما يلتصق بالجدر، وارجع لكم. بهالمرحله هاي بدات تقريبا تجهز عندي، شوفوا تحتاج شويه بس بدات من يعني اسحبها من الجدر تنسحب ما تلتصق، لازم ما تلتصق نهائيا. تقريبا بقيت نص ساعه تقريبا على نار هادئه حسب سخن القوام، تحتاج وقت او حسب النار، بس اهم شيء تكون نار هادئه ونبقى مستمرين بالتقليب. وصلنا لهالمرحله هاي صارت عندي جاهزه مثل ما تشوفون، ما تلتصق ابد بالجدر. شكد تحبون القوام مالكم سخين تخلوها اكثر، انتم براحتكم. هنا راح اضيف الفستق، مباشرة اخلط و اطفي النار. هنا لازم وهي دافية عندنا نخلي نايلون ناخذ شوية من الزيت وندهن النايلون حتى نتأكد انه الراحة مالتنا ما تلتصق على النايلون. نبدي ننزل الراحة مالتنا، لازم نشتغل بيها وهي حارة، يعني مو كلش حارة، حرارة متوسطة. طبعا كثير حاره بس لازم اشتغل بيها وهي حاره حتى ما تجمد عندي وما تنطيني الشكل اللي اريده. نتركها بهالشكل الى ثاني يوم لا تبرد، طبعا من غير ثلاجة ولا مجمدة ولا اي شيء، خليها بالمطبخ او مكان بارد بدون ثلاجة تجمد عندي بهالشكل. وان شاء الله الصبح اشوفكم النتيجة، اني هسه الدنيا ليل، ان شاء الله باكر افتحها واشوفكم النتيجة. السلام عليكم، ورجعنا لكم ثاني يوم حتى نكمل حلوياتنا وحتى تشوفوها شلون صارت. صارت عندي بهالشكل هذا، بردت برا، لا خليتها بثلاجة ولا مجمدة ولا بأي شيء، خليتها على الميز إلى ثاني يوم. ناخذ قليل من النشا ونبدي نفتح بالحلويات مالتنا. أنا راح أقطعها حتى لأن المعون عندي شوية صغير. هسه نبدي مرحلة التقطيع،
القياس اللي تحبون انتم تخلوا قياسه. طبعا بكل سهولة تتقطع. هنا بعد ما كملناها تقطيع طلعت عندي هاي الكمية ما شاء الله، كلش كمية كبيرة، يعني إذا سووها بالبيت كثير كثير يفرق عندكم. من ما تشتروها بالسوق مثل ما تعرفون هاي أسعارها كلش غالية، هاي ما كلفتني تقريبا 10 دولار إلى 11 دولار، كلش رخيصة بالنسبة إذا نشتريها من السوق. طبعا تحبون تقدموها بتقديم ثاني، هي أكياس عندكم نظيفة بهالشكل نخليها. نعطينا شكل أحلى ومثل الجاهز تصير، وبأي شرايط عندكم متوفرة بالبيت. ونقدمها بهذا الشكل المميز وحلو للضيوف، كلش حلوة.